اهلا بيكم في عرب اود واخر الاخبار العربيه والعالميه. اهلا لميس. اهلا خليل، ويلا بينا نبدا حلقتنا النهارده. حصريا حماية يستغل منصبه الجديد لمحاربه فيروس سي. انا سعيد جدا بالدور ده. امل حجازي تفاجئ جمهورها بهذا الخبر. ما حقيقه العلاقه التي تربط براد بيت بالشقراء شارليت تيرون؟ محمد ماديا عن امكانيه الاتجاه للغناء مع التلحين. بخاف ان انا اعمل خطوه الغنى دي ما تبقاش قد اللي انا عملته كالحان. نجوم يجب أن يبتعدوا قليلاً عن عالم الشهرة. حمادة هلالي يتألق بالجونة ويرد على هجوم الناقد رامي عبد الرازق. ناقد اللي ما شافش ولا مش فاهم ما بنسمعلوش ولا نقرأ له أصلاً. بعد هيفا ونوال، راغب علامة أحدث المنضمين لسلسلة سقوط النجوم على المسرح. وأنا كنت رح أسحب مرتين أو ثلاثة على فكرة، هديت حالي أول مرتين. لهذه الأسباب تفضل رزان مغربي الابتعاد حاليا عن الشاشة. الوقت ما فيني ارتبط، يعني صاروا المنتجين والزملاء عارفين إن موضوع المسلسلات إلا لو كان شيء كتير بيستاهل. ونبدأ معاكم من غردقة، حيث لازالت احتفالات عيد الأضحى مستمرة مع النجوم، ولكن المرة دي مع حمادة هلال ومروة وأوكا وأورتيجا. وفي أول لقاء مباشر بيجمعهم مع الجمهور بعد أزمتهم الأخيرة في محاولة التهرب من الخدمة العسكرية. في واحدة من أقوى حفلات عيد الأضحى أقيم حفلاً بالغردقة، ضم حمادة هلال ومروة وأوكا وأورتيجا والراقصة صفي نار ليقدموا واحدة من أقوى حفلاتهم. صفي نار والتي افتتحت الحفل قدمت وصلة رقص أشعلت بها حماس الحضور. يليها مروة والتي أعربت عن سعادتها بمشاركتها الحفل وكمان استقبال الجمهور المصري ليها. أنا جيت مخصوص من لبنان على القاهرة ومن القاهرة على الغردقة أحيا حفل جميل جدا مع جمهور الغردقة، وكنت سعيدة باستقبالهم الحلو كتير، وفاجأوني إنه كتير الغنية كانت عاملة ضجة معهم، غنية بلاش مرجحة. وكعادتهم أشعلوا أوكا وأورتيجا الحفل بعفويتهم المتعارف عليها. طبعا مبسوطين أنا وأوكا اللي احنا حضرنا حفلة زي كده، والواحد برضو بيدعي من السياحة في نفس الوقت، والواحد بيبسط الناس وبيطلعهم اللي هم فيه. وتحدث الثنائي عن أغنيتهم الجديدة العب يلا والتي تهدف لمحاربة المخدرات. بتتكلم عن إن البني آدم عايز يعمل حاجات حلوة في حياته بس الشيطان بيمنعه من ده، فاحنا بنقول له إن الشيطان دايما بيقول لك العب يلا، عايزك تلعب بس، فلا أنت ما تركزش مع الشيطان، خليك مع ربنا ودايما استعذ بربنا. أما عن حمادة هلال والذي اختتم الحفل قدم مجموعة من أهم أغانيه منها مش هقول والحب حلو، كما أعرب عن سعادته بردود الأفعال حول فيلمه شنطة حمزة. ردود أفعال حلوة مش بطالة، أنا بالنسبة لي أنا راضي عنها جدا الحمد لله، والفيلم أهم حاجة عجب الناس. حمادة عبر عن اهتمامه بآراء النقاد حول أعماله. ولا احنا نتعلم ازاي، لازم نتعلم من الناقد اللي فاهم، يعني الناقد اللي فاهم وبيقول رأيه الصح هنتعلم منه، الناقد اللي ما شافش ولا مش فاهم ما بنسمعلوش ولا نقرأ له أصلا. ومش أي حد يقول لك عنه. حمادة يستعد لتصوير أغنية من ألبومه الجديد. إن شاء الله بإذن الله في غنوة تستكتروك عليا، وفي كم غنوة تانية إن شاء الله عيش باشا إن شاء الله. قبل ما تمشي حسابني المفروض تسمعني، ولو كان قلبك بعني قول بعني ليه. We'll be right back.
وإلى نجوم العالم محط أنظار الجميع واللي بيعتبروا البعض إنهم بيتمتعوا بنعمة الشهرة، لكن اللي معرفوش إنها نقمة، وده لأن بزيادة شهرتهم وأخبارهم بيزداد النفور والابتعاد عنهم بعد إصابة جمهورهم بحالة من الملل. الشهرة سلاح ذو حدين، وهالشي بخلي الكثير من الجمهور يعتقد انه بعض المشاهير لازم انه يحصلوا على فترة راحة من هالشهرة يلي بيتمتعوا فيها. Our safety and our lives in Jesus name, amen. Amen. You are great. I know. The Kardashians. وقت تصبح الحياة المهنية لعائلة بأكملها معتمدة فقط على الشهرة، فمن الطبيعي انه يصاب الجمهور بالاستياء من هالأمر. وهذا اللي حدث مع جمهور عائلة ذا كارداشيانز، وخاصة بظل انتشار أخبار عنهم بكل دقيقة من تفاصيل حياتهم بشكل يومي، مما جعل الكثير من الجمهور يعتقد أنه حان الوقت المناسب لحصولهم على بريك من هالشهرة. So how's your job? I just got fired actually. Oh really? How? I having sex with everybody in the office. Everybody? أما النجمة المحبوبة جينيفر لورنس فبالرغم من سنها الصغير إلا أنها فازت بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة عن دورة بفيلم سيلفر لاينينجز بلاي بوك، وتصدرت أغلفة أعداد كتير من مجلات متنوعة، كما أنها طلت بمجموعة من أضخم إنتاجات بهوليوود، وهالشي بيزيد من احتمالية إصابة الجمهور من الملل نتيجة تكرار ظهورها، وهذا يلي بيجعلها بأشد الحاجة للحصول على فاصل من أجل الراحة. مايلز تيلر. نوصل إلى نجم فيلم ويبلاش مايلز تيلر يلي عبر عن استيائه حين استبدله المخرج داميان شازيل بالنجم راين غوسلينغ للقيام بدور البطولة بفيلم لا لا لاند، وذلك من خلال حوار أجرى معه بمجلة إسكواير، مما جعل الكثير من جمهور راين يعبروا عن غضبهم منه، وخاصة بعد النجاح الساحق للفيلم. وذلك بجانب أنه قام بدور البطولة بأحد أسوأ الأفلام بعام 2016 وهو فانتاستيك فور، مما جعل الجمهور يعتقد أنه بحاجة لفترة راحة حتى يرجع يبدع من جديد. مايلي سايرس. أصبحت أخبار نجمة البوب مايلي سايرس متوقعة إلى حد كبير، فهي دايماً بتكون مع حبيبها ليام هامثورث ويلي ما بتتوقف عن الحديث عنه حتى بآخر أغنياتها ماليبو، وهالشي جعل جمهورة يشعر بالملل ويظن أنه حان الوقت تحصل على راحة منا قصيرة أبداً. بيانسي. ومثل مايلي باتت أخبار النجمة بيانسي مكررة بطريقة تدعو إلى الملل، وهالشي من وقت حملها بالتوأم لغاية الولادة. بعد الفاصل حماقي عن تعاونه الجديد مع تامر عاشور. الأغنية كانت فعلا مفروض تنزل الألبوم اللي فات بس ما كانتش اكتملت. أمل حجازي تغير مسار حياتها بالكامل. أشهر سقطات النجوم على المسرح. مدياً عن أحدث أعماله مع كبار النجوم. أنا مع الفنانة أصالة دايماً بنزل باثنين سبحان الله دايماً يعني. الشائعات تطارد شارليز ثيرون وبراد بيت. رضا المغربي تستعد للعودة للسينما. فيها الأفلام كتير كتير حلوة عم بقراها. على الرغم من نجاح الملحن محمد مدين مع نجوم كتير، إلا أنه الصدى الكبير اللي حققه نجاح أغنية حبايب إيه مع عمرو دياب ليه طعم تاني عنده. جال الفني أصلاً، فأنا من جمهور عمرو دياب وبحبه عشان هو فنان يستاهل أن احنا نحبه. راجل مجتهد على شغله جداً، رغم أنه هو وصل لمكانة مش محتاج كل المجهود اللي بيعمله ده وبيعمله لسه لحد دلوقتي، فانا بتعلم منه بصراحة يعني، وانا شغال معاه اتعلمت منه كتير من اجتهاداته. أغنية حبايب إيه كان من المفترض تكون هي أغنية الهد في الألبوم، إلا إنها تم تغييرها، فهل أحزن ذلك؟ الحاجات دي ما بتفرقش معايا قوي، أهم حاجة إنها تنجح يعني. ممكن أعمل هد ألبوم وما تبقاش ناجحة مع الناس، أهم حاجة إن الأغنية تعجب الناس.
فالحمد لله رد فعل الناس كان من الأغاني المهمة يعني في الألبوم، كانت حبايبي الحمد لله، ورد فعل الناس عجبني جدا. انت اللي زيك عملنا ترق ليلين في الدنيا صعب يكونوا أصلا موجودين. مديان غنى في حفل زفافه أغنية عملة نادرة وحازت على إعجاب الجمهور اللي طلبوا بالاستمرار في الغناء بجانب التلحين، إلا أنه متردد في اتخاذ هذا القرار. بيني وبينك بخاف أن أنا أعمل خطوة الغنى دي ما تبقاش قد اللي أنا عملته كألحان، فعشان كده دايما بحرص قوي قبل خطوة الغنى دي عشان عايز أعمل حاجة تكون بجد تنزل بشكل كويس. بجانب تلحين وأغاني الألبومات بيشارك أيضا في ألحان أغاني الأعمال الدرامية. بيفوت ويمر بين حيو ومر وطريق ماشينه اسمه حياة. أغنية الحب بتاعت الفنانة أصالة في مسلسل لا تطفئ الشمس دي الحمد لله خدت نجاحها، وعملت قبل كده أغنية تامر حسني بين يوم وليلة في مسلسل فرق توقيت والحمد لله برضو خدت نجاحها. ده غير بقى الأغاني اللي بتنزل في السيديهات دي ليها نجاح بطعم تاني بالجمهور اللي بيستنى النجم بتاعها وكده. كلامه ليا وطريقته ده حبه وحاسس بيه وشخصيه اللي عايزه وعايش حياته ليه. البوم أصالة الاخير مهتمه بالتفاصيل، كان لمديان مشاركه مميزه فيه من خلال اغنيتين. اغنيه اسمها قاصد ايه، والاغنيه قاصد ايه دي كلمات هشام صادق وتوزيع كريم عبد الوهاب، واغنيه كل ما تفتكره اغنيه كلمات تامر حسين وتوزيع عمرو عبد الفتاح. هي لونين عكس بعض تماما، ويمكن انا مع الفنانه أصالة دايما بنزل باتنين سبحان الله دايما يعني. على مدى يومين كانت النجمة نانسي عجرم على موعد مع جمهور خاص من نوعه قابلته لأول مرة واستعدت ليه بنوعية خاصة من أغانيها. جمهور نانسي عجرم المرة دي كان من الأطفال اللي اتجمع خصيصا ليها واستقبلته هي بكل تلقائية وعفوية. ضمن نشاطات مهرجان صندوق الدنيا اللي أقيم على مدار يومين، أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلة مجانية معظم جمهورها من الأطفال. اليوم رح غني للأطفال أكثر من العادة، بيكون عندي شغف ومحبة بقلبي أكثر. رغم أن موعد الحفلة في المساء، إلا أن جمهورها من الأطفال حضروا مبكراً لحجز أماكنهم من أجل الغناء معها. نانسي كان ليها مشاركة بلجنة تحكيم The Voice Kids، هل ستستمر فيه مجدداً؟ إيناس أبو عياش رئيسة المهرجان صرحت بما يميز مهرجان صندوق الدنيا. بيميزه هو إنه هيدا الحدث مجاني، بتجي العائلة ما بيهمها شيء، بتلعب وبتفرح وفي مأكولات وفي كل شيء، بس يجي يقضوا وقت عنا بقلب صندوق الدنيا بقلبنا ويكونوا معنا بصندوق الدنيا. صندوق الفرجي كان يجيب كل العالم بقلب صندوق ويبرم على كل المناطق، اليوم نحن جايبين كل المناطق بقلب صندوق الدنيا وجايبين كل العالم لكل المناطق. أما عن أسباب اختيار نانسي عجرم لإحياء مهرجان صندوق الدنيا. نانسي عجرم صديقة كثير غالية عقلي، وبعتقد أنه مين أحلى من نانسي لتختتم عفوا مهرجان صندوق الدنيا. مرسي كثير كثير، نتشكر كلنا لأن بنات البسمة بقلوب كل الناس، ونحن فخورين فيك ومبسوطين فيك كتير كتير كتير. بعد الفاصل أمل حجازي تقرر الاعتزال.
هذا الشعور يراود حمائي بعد أن رزقه الله بابنته فاطمة. حاسس أني بقيت خايف أكتر. شارل ثيرون تعيش أوقات حب رومانسية مع براد بيت. راغب علامة أحدث المنضمين لسلسلة سقوط النجوم على المسرح. بعد ما يعني زحطت إما دغري كملت ساعة وربع. رزا مغربي عن عودتها للغناء بالسنجل جديد. بدي أحضر سنجل قريباً وحيكون أربوت The First Scoop. ولا يزال مسلسل سقوط النجوم على المسرح مستمر، فبعد سقوط نوال وهيفا وإليسا وبيونسي احتل فيديو سقوط النجم راغب علامة حيز كبير من اهتمام نشطاء السوشيال ميديا. بس خلينا نقول ان راغب خد الموضوع بشكل فكاهي جدا. طب خلينا نروح برضو نشوف اشهر سقطات النجوم على المسرح. شغلت وقعة السوبر ستار راغب عليمة على المسرح خلال إحياء حفل ببكاسين مواقع التواصل الاجتماعي، وطغى الخبر على بقية الأخبار وثم الدول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر راغب عليمة ترند. وكان لافت ردة فعل راغب يلي أخذ الأمر بروح رياضية عالية وكتب على حسابه الخاص على تويتر: بسبب الرطوبة العالية اليوم ببكاسين طبقات مي حولت المسرح إلى ما يشبه مكان للتزحلق، أكلت نصيبي وتزحلقت ومرت والحمد لله على خير. وبنفس الروح الرياضية قام بنشر فيديو بنفسه. هو أنا كنت رح أسقط مرتين أو ثلاثة على فكرة، هديت حالي أول مرتين لأن كانت الأرض كلها مي، لكن أنا من بعد ما يعني زحطت إما دغري كملت ساعة وربع من الغناء. وما بيعتبر راغب عليمة أول فنان بيسقط أمام الجمهور على المسرح، فمن أشهر السقطات اللي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي سقوط إليسا من 3 سنوات خلال حفلة بدبي ليلة رأس السنة. من السقطات الشهيرة يلي أثارت ضجة مواقع التواصل الاجتماعي سقوط شيرين عبد الوهاب بالموسم الأول من برنامج The Voice، حيث قامت لتهنئة إحدى المشتركات فتعثرت وسقطت مما جعل عاصي الحليني يغرق بنوبة ضحك. أيضا تعرض نبيل شعيل للموقف نفسه خلال مهرجان ليالي فبراير 2009 بالكويت، فأراد الفنان الكويتي أنه ينزل على المسرح ليتقرب من الناس أكثر ولكنه سقط سقطة قوية عند الدرج. الفنانة نوال الزغبي كمان تعرضت للسقوط خلال إحياء حفل بشرم الشيخ، إذ تعثرت وسقطت وكان الحفل يبث على الهواء مباشرة. كانوا سايبين حفرة وأنا ما شفتهاش، وقعت إزاي رجلي بيها. من السقطات الشهيرة جدا سقوط هيفا وهبي على مسرح ستار أكاديمي، وتعرضت حين هيفا للإصابة بركبتها. رزان مغربي المبتعدة حاليا عن الشاشة عوضت ده بكل ذكاء من خلال حرصها الدائم على حضور حفلات كبار النجوم. رزان كشفت لكاميرا عرب وود عن أسباب ابتعادها عن المسرح والتلفزيون خلال الفترة الأخيرة وعن استعدادها للعودة للسينما مرة تانية. تفاصيل أكتر في اللقاء اللي جاي. بعد تقديمها لحفلتي الهضبة في الغردقة وحفلة حمائي بالسخنة، بتستعد رزان حاليا للعودة للساحة الفنية بقوة. أكيد بدي أحضر سنجل قريبا وحيكون أرب وود The First Scoop. أكيد موضوع السنجل ده هوس بحياتي، واختيار السنجل وصناعة الأغنية بقت كتير صعبة، لأنه أنت ما عندك ألبوم عشان تبيني الخط اللي أنت عملتيه أو الستايل اللي أنت فايتي فيه. بس أكيد أي سنجل حيستهويني حيكون كتير بيت، كتير قوي، كتير بكسر الدنيا وبولع الحريقة وبيطلع المي والموج. فأنا هيدي الميوزك اللي بحب أعملها، الباور مثل ما شفتي على الستيج. I love power. الجمهور
الجمهور المصري اكثر جمهور، مع احترامي لكل جماهير العالم. انا شفت الجماهير كلها بيوروب لما كنت بام بي سي بلندن، لا بتحس الجمهور المصري فعلا بيصنع نجم، بيوريكي محبته، بيفرجيك الطاقه، بيعطيك لتقدر تأدي اكثر على السيت. كنا بالقلعة يوم 18 another concert بمصر. طبعا أنا زيارتي عم تكون كتير قريبة بمصر، يعني أنا جيت يومين ومسافرة، بس حأرجع على مصر يوم 17 سبتمبر لكونسرت حلو كتير بالقلعة المرة دي. نسمة محجوب بلا هاي للنسمة. أكيد بروجرامز حيبدأوا مع بداية السنة الجديدة، في أفلام، المسلسلات، يعني أنا بحب المسلسلات كتير don't get me wrong، بس يمكن وقتي ما فيني ارتبط، يعني صاروا المنتجين والزملاء عارفين إنه موضوع المسلسلات إلا لو كان شيء كتير بيستاهل، بس أنا كتير التيمبو تبعي بحب الأفلام، وفي هلا أفلام كتير كتير حلوة عم بقراها، بتمنى إنه يعني يمشي الحال. في مسرحية على فكرة، بس كمان كوميتمنت المسرحية صعب جدا، it's one month. كمان ما حابب أقول أسماء لأنه يمكن ما أعملها، بس أنه حبيت أنه العرض مسرحي وغنائي استعراضي، بس برضو ارتباط طويل، يعني ارتباط live for a month. في كتير إشياء بس، وتلفزيون إن شاء الله كمان في برامج بنعمل إشياء حلوة ومنقرب أكثر من الجمهور. Arabwood, I love you so much. Stay tuned to Arabwood. Well, good luck. All the best. ولسه الإشاعات والأقاويل بتطارد نجمي هوليوود شارلوت ثيرون وبراد بيت، وده بعد انفصال بيت عن أنجلينا جولي واهتمامه بعدم توضيح العلاقة اللي بتربطه بتشارليز اللي لمحت بنفسها عن تلك العلاقة. كثير من الأقاويل يلي بتلاحق النجم براد بيت من بعد انفصاله عن النجمة أنجلينا جولي، ومن الحين للآخر نسمع شائعة جديدة بترتبط فيه، فشو هي آخر إشاعة؟ صرح موقع انكوزيتور العالمي عن علاقة سرية بتجمع براد بيت والنجمة شارليز ثيرون، لينزل الخبر كصاعقة على جمهور النجمين، فأكثرهم أكد إنه كل هالادعاءات ما زالت شائعات. وعلى الرغم من الموقع أكد أنه كل هالأقاويل كان من الممكن أنه تصبح شائعات بنهاية المطاف، إلا أن اثنين بيشعروا بجاذبية حارقة تجاه بعضهم البعض من فترة طويلة بحسب ما صرح. كما أكد مصدر مقرب لألون ما زلت العلاقة بأيامها الأولى، ولكن الجميع متفق على أنهم بيلتقوا سوا وبيشعروا بإنجذاب قوي، فهن شخصين مثيرين على حد تعبيره. وأكد المصدر أنه براد أند تشارليز بيبقوا علاقتهم سرية إلى حد ما، إلى أنه ثيرون لمحت له العلاقة دون ذكر اسم حبيبة ويلي من المتوقع أنه يكون بيت، وهالشي خلال آخر مقابلة لها مع الإذاعي الأمريكي الشهير هاورد ستيرن ببرنامج ستيرن شو كليب، حيث كشفت تشارليز ضمن لقاء أنها خرجت بموعد غرامة تحت ضوء القمر قائلة I had a great date, I gotta tell you it was a full moon, this guy really impressed me. فهالحقا هالشائعات رح تظهر للنور ويأكدها أحد الطرفين، أو أنه رح تاخد وقتها وتنتهي، خاصة وأنه براد بيت بالفترة الأخيرة دايما اسمه بيرتبط بنجمات واعدن، وآخرهم كانت كيت هاتسون وسيانا ميلر. بعد الفاصل، أما الحجازي تعلن اعتزالها بعد ارتدائها للحجاب. مبادرة محمد حمائي لمحاربة فيروس سي. هنعمل في بعض الدول العربية حفلات للتوعية. فمفاجأة من العيار الثقيل، كشفت النجمة أما الحجازي عن اتخاذها قرار مصيري سيغير مجرى حياتها بالكامل، وهو اعتزالها وارتدائها للحجاب. أما فاجأت معجبيها بالخبر واللي رحب به العديد من عشاقها لكنهم لسه بيحبوا فنها.
مفاجئة أعلنت المغنية اللبنانية أمل حجازي اعتزال الفن وكتبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: أخيراً يا رب استجبت لدعواتي يا أرحم الراحمين. من سنوات وأنا بداخلي عم بتألم بين الفن يلي كنت أعشقه وما كنت بنتهنه كمهنة بل كان هواية. أمل قالت إنه رح يكون إلي إطلالات بشكل مختلف، ما وضحت نوع هالإطلالات، حيث قالت: رح يكون إلي بإذن الله إطلالات قريبة بشكل آخر، حبيت اليوم إنه أعلن اعتزالي هالنوع من الغناء وارتداء الحجاب. شكرا لكل شخص كان بحب فني ويلي بحبني فعلا، هو يلي بيتمني لي السعادة الداخلية اللي وصلت لها هلا وهي منا مثل أي سعادة مررت فيها من قبل. وختمت: جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعا لحب الخير وطريق النور. هالقرار كان بيوم عرفة، الحمد لله على هالنعمة. صوتي شوق لكم ما تخافش مهما يكون فاطمة، وهو الاسم الجديد للنجم محمد حماقي بعد استقباله لمولدته الأولى، واللي أكد من خلال لقائنا معاه إنها غيرت كتير في حياته. كمان كشف لنا عن تعاونه الجديد مع تامر عاشور وحملته لدعم مرض فيروس سي. مفاجآت كتير مع حماقي في اللقاء التالي. صيف هذا العام كان حافل بالحفلات المميزة والنجحة للنجم محمد حماقي، حيث قدم 4 حفلات كبيرة استلزمت منه تجهيزات واستغرقت منه وقت طويل. فهل شغلته عن مولدته فاطمة؟ ظروف الولادة جت انها تولدت في الصيف، وانت عارفة احنا بالنسبة لنا الصيف بيبقى يعني سيزن اكتر، عندنا حفلات وعندنا سفر كتير، فصعب عليا قوي الفكرة دي، يعني ما بلحقش اقعد معاها، بس كل ما بلاقي وقت بروح جري عليها. يعني ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه دي الدنيا تبتدي تهدى وتستقر شويه هشوفها اكتر. يعني بعد الابوه فاطمه غيرت في شخصيته حاجات كتير، يا ترى ايه اهمها؟ حاسس اني بقيت خايف اكتر، يعني خوفتني، مش عارف، خوفتني على نفسي شويه. حاسس ان انا يعني مثلا انا ما كنتش بخاف ابدا اركب طياره، عمري ما كنت بقلق. اول مره ركبت الطياره بعد ما خلفت كان عندي شويه قلق كده وتوتر، يعني عمال افكر فيها، بس اظن دي يمكن حاجه في الاول وهتعود عليها. يعني بلاش تجيب عنا تاني، ما بلاش. حماقي عنده اغنيه مؤجله من البوم عمره ما يغيب وبيتعاون فيها مع تامر عاشور، فهل ستظهر للجمهور قريبا؟ الاغنيه كانت فعلا المفروض تنزل الالبوم اللي فات، بس ما كانتش اكتملت موسيقيا. فالمرة دي إن شاء الله هنعملها، هي كلمات نادر عبد الله ولحن تامر عاشور، وأنا عايز أنتهز الفرصة دي وبارك لتامر عاشور مقدما وفرحه إن شاء الله الشهر الجاي. ألبوم حماقي الجديد واللي بيحضر له حاليا واللي بينتظره جمهوره بشدة وشايف إنه اتأخر جدا. أنا بقيت حاسس إن أنا عندي مسؤولية كبيرة تجاه الناس، أنا ما أقدرش أقدم لهم حاجة مش كويسة، أو مش عايز أستعجل وكروت، يعني عايز أقدم ألبوم يليق بالناس يعني ويليق بذوقهم. فاحنا بنشتغل وان شاء الله لما احس ان انا الالبوم اكتمل هننزل. قلبي حاجه مستخبيه، كل ما باجي اقولها فجاه مش بقدر. محمد حماقي اختير سفير لتورين كيور لعلاج مرضى فيروس سي، فماذا سيقدم لهم؟ انا كوني سفير لتورين كيور الحقيقه انا سعيد جدا بالدور ده، وان شاء الله في المرحله اللي جايه هتكون مجموعه سلسله حفلات هنعملها إن شاء الله في محافظات مصر وخارج مصر، هنعمل في بعض الدول العربية حفلات
للتوعية الأول من المرض. إن شاء الله مجموعة الحفلات دي هتبقى لسببين، السبب الأول للتوعية والسبب الثاني، أو مش هقول الثاني يعني، هما سببين زي بعض يعني في نفس الأهمية، إن احنا نجمع تبرعات نساعد بيها الناس اللي مش قادرة تتعالج. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنسوش تتواصلوا معانا على حساباتنا على السوشيال ميديا او روتانا.net. شكرا للمتابعة ونشوفكم بكرة.